يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، اللهم أعطني نوراً. ذلك أن كل واحد منا يحب وجوده، ويحب سلامة وجوده، ويحب كمال وجوده، ويحب استمرار وجوده. من أين يأتي الشقاء؟ من خطأ في الرؤية، من نقص في العلم. بل إن أزمة أهل النار وهم في النار هي أزمة علم فقط. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو أتيح لأكثر كفار الأرض أن يرى الحقائق التي رآها الأنبياء لكان أكثر كفار الأرض على منهج الأنبياء، لأنه يحب نفسه. أكبر أزمة هي أزمة العلم. اجعل في قلبي نوراً، أرى الحق حقاً وأتبعه، وأرى الباطل باطلاً وأجتنبه. ذلك لأن من الناس من يرى الحق باطلاً ومن يرى الباطل حقاً. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيء الثابت أيها الإخوة أن الإنسان لا يقدم على عمل إلا ويسبقه رؤية قد تكون صحيحة فيكون العمل صحيحا، وقد تكون خاطئة فيكون العمل خاطئا. أعرف رجل في الثمانين من عمره يسعى لتأسيس كازينو في لبنان، كازينو في الثمانين من عمره. ماذا رأى؟ الذي يسرق ماذا يرى؟ الذي يزني ماذا يرى؟ الذي يأكل أموال الناس بالباطل ماذا يرى؟ يرى أن هذا مغنم، وأن هذا ذكاء، وأن هذه شطارة، وأن هذا تفوق. لذلك أكبر مصيبة في الإنسان أن يكون قلبه في عمى، أن يرى الباطل حقاً والحق باطلاً، أن يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، أن يرى المادة ولا يرى القيم، أن يرى جسده فينعمه ولا يرى نفسه فيطهرها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً، لا أتكلم بالباطل، لا أدعو إلى معصية، لا أدعو إلى زينة الحياة الدنيا، لا أقيم الناس بحسب أموالهم ولا بحسب مراتبهم، بل أقيمهم بحسب مكانتهم عند الله عز وجل. اجعل في قلبي نوراً أرى به الحق حقاً والباطل باطلاً، واجعل في لساني نوراً ينطق بالحق ولا ينطق بالباطل. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً. قالت السيدة عائشة عن أختها صفية قصيرة، فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. هذا معنى اجعل في لساني نوراً، يعني أنطق بالحق. واجعل في سمعي نوراً، إن استمعت إلى مقولة أقيسها بالكتاب والسنة فإن وافقت أقبلها وإن خالفت أرفضها. هذه الأذن لا تقبل إلا الحق وترفض الباطل، والمقولات في الدين لا تعد ولا تحصى. لا بد من ميزان تزن به المقولات، والخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. أفضل ألف مرة أن تخطئ في الوزن من أن يكون ميزانك خطأ. واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا. هؤلاء الذين رأوا قارون قد خرج على قومه في زينته ماذا قالوا؟
قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الآن كم مسلم يرى بيتا فخما، مركبة فارهة، منصبا رفيعا، تذوب نفسه شوقا لهذا وينسى أن العطاء الإلهي هو الأصل في إكرام المؤمن. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فأنت حينما ترى الحقيقة لا تتأسف على ما مضى، بل إن من أدق صفات المؤمن أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن، لا يخاف المستقبل لأنه واثق من رحمة الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا يندم على ما فات، لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. هذا معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا. يعني الإنسان حينما يتوفاه الله قد يدع أهله على حق وعلى بصيرة وعلى كمال ديني، فإذا كان الذين خلفك بعد رحيلك إلى الدار الآخرة على شاكلتك وعلى سنة رسولك وعلى منهج القرآن فأنت من الفائزين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، يعني أرى طريقي الصحيح. اللهم أعطني نورا. يعني المجرم حينما يرتكب جريمته ماذا يرى؟ قد يعدم بعد أسبوع، قد يعدم بعد شهر، ماذا يرى؟ يرى أنه سيسرق وسيقتل الذي حال بينه وبين السرقة، وأنه سوف يتمتع بهذا المال في عمر مديد. بعض المجرمين ارتكبوا جريمة في أحد أقضية دمشق، أخذوا من صائغ عدد كبير من أوزان الذهب، بعد 20 يوم كانوا يعدمون في مكان الجريمة. ماذا رأى هذا المجرم؟ رأى أن هذا العمل مغنم كبير. أخطر شيء بحياة الإنسان أن يرى الحق باطلاً والباطل حق. رواد الملاهي ماذا يرون؟ الذين يديرون دور الدعارة ماذا يرون؟ أنه دخل كبير بجهد قليل. هي المشكلة. المشكلة أن تتوهم الخطأ صواباً والصواب خطأً. فالمؤمن في قلبه نور، وفي لسانه نور، وفي بصره نور، وفي سمعه نور، ومن خلفه نور، ومن أمامه نور، ويسأل الله النور، والله نور السماوات والأرض، نورها بالشمس ونور القلوب بالمعرفة. لذلك الله عز وجل وصف النبي الكريم فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة، لو أنك رأيت إنسانا يتوجه إلى الشمس ليطفئ ضوءها بنفخة من فمه، بماذا تحكم عليه؟ بالجنون. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. نور الشمس لا يطفأ، فكيف بنور الله عز وجل؟ إذن لا تقلق على هذا الدين أبداً، إنه دين الله. مهما ائتمر عليه الأقوياء، ومهما خطط له الأعداء، ومهما كاد له الأشقياء، والله متم نوره. دخلت إلى متحف في بلد إسلامي، وزرت قصر
من أراد إلغاء الإسلام كليا واستخدم كل القوة في إنهاء الإسلام. فرأيت ساعة قد ثبتت على 9 و5 دقائق، فسألت لما هذه الساعة هكذا؟ قال هذه ساعة وفاته. فقلت هذه الكلمة: 1000 طاغية لا أقول يموتون، يفتصون والإسلام باق. لذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطم نوره ولو كره الكافرون. ما ضر السحاب نبح الكلاب، الآن الكلاب تنبح كلها، يتهم الإسلام بالإرهاب. ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين. ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم، ويبقى الإسلام في السماء ناصعا نقيا. لذلك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول في القرآن الكريم: رب اجعلني مقيم الصلاة. أكمل نعمة أن تكون موصولا بالله. الصلاة من أجل الاتصال بالله، والصيام من أجل الاتصال بالله، والزكاة من أجل الاتصال بالله، والحج من أجل الاتصال بالله، وغض البصر من أجل الاتصال بالله. رب اجعلني مقيم الصلاة. بل إن الدين كله يضغط بكلمتين: وأوصاني بالصلاة والزكاة. حركة نحو الخالق اتصالا وإقبالا وعبادة وطاعة وانصياعا، وحركة نحو المخلوق انضباطا وإحسانا. ويمكن أن تقسم بني البشر إلى رجلين فقط: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. الصلاة عند رسول الله سكينة وسعادة وقرة عين. وهذا هو الفرق بين الواجب والحب. الفرق بين الواجب والحب كما بين أرحنا منها وأرحنا بها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج مثل ذلك قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. أنت إذا دخلت إلى المسجد ينبغي أن تسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته، أن يتجلى على قلبك، أن يسعدك بالصلاة، أن يسعدك بالسكينة. أما إذا خرجت من المسجد ينبغي أن تترجم هذه الرحمات إلى أعمال صالحة، أن تترجم هذه الرحمات إلى انضباط في السلوك، أن تترجم هذه الرحمات إلى بطولات. كيف أن الموظف يأتي إلى الموظف مندوب المبيعات يأتي إلى مركز الشركة ليتلقى التعليمات والإمدادات بالبضاعة، وينطلق ليبيع ويشتري ويربح، فوجوده في الشركة لا معنى له دائما، يأتي ليتلقى التعليمات فقط ويأخذ البضاعة، لكن عمله الكبير في اليوم في ميدان العمل. لذلك يقول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالذي يخزن في الفجر
بعض الرحمات هذه تترجم إلى عطاءات. إذا دخل إلى المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج من المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، وإذا وقف ليصلي يقول إذا سمع المؤذن معلناً بدنو الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. لم يقل في الدعاء عليه الصلاة والسلام ابعثه المقام المحمود، مع أن سياق الصياغة يقتضي ذلك، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، لأن الله عز وجل حينما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. النبي حافظ على لفظ القرآن وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا، هكذا يقول، فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقي وأرجو أن أكون أنا، لذلك كان عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين، بلغ سدرة المنتهى، بلغ مقاماً ما بعده مقام، بلغ مرتبة ما بعدها مرتبة، ما أقسم الله في القرآن بعمر إنسان إلا بعمر النبي، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما نودي النبي في القرآن باسمه أبداً، في القرآن يا يحيى، يا زكريا، يا عيسى، ليس في القرآن نداء باسم النبي، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. أيها الإخوة الكرام، أول ما يحاسب المرء عنه يوم القيامة الصلاة، فإن صحت أفلح ونجا. لذلك الصلاة هي عماد الدين وعصام اليقين وسيدة الطاعات والقربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الصلاة هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، فيها معنى الحج في التوجه إلى بيت الله الحرام، وفيها معنى الصيام في ترك الطعام والشراب والكلام والحركة، وفيها معنى الزكاة لأن المصلي يقتطع من وقته وقتاً لأداء الصلاة، والوقت أصلاً في كسب المال، يعني الذي له محل تجاري ويبيع بيعاً كثيفاً حينما يغلق محله التجاري ويذهب ليصلي هو اقتطع وقتاً كان من الممكن أن يربح من خلاله مالاً وفيراً. إذن فيها معنى الزكاة وفيها نطق بالشهادتين. إذن الصلاة جمعت أركان الإسلام وهي الفرض الذي لا يسقط بحال، والحمد لله رب العالمين.